مساء الخير، نرحب فيكم باليوم الرابع لملتقى المناظرات التدريبي. تعالوا نشوف معنا ورش اليوم. حاليا انا بورشه اعداد متناظر سجلت فيها، ان شاء الله نهايه الدوره اكون وايد مستفيد منها وقادر اني اطور من نفسي منها. اليوم اجيت لورشه اعداد متناظر لكي اصقل مهاراتي بالتناظر واكتسب معارف ومهارات جديده. I believe it's very beneficial to me because I used to be a debater and now I'm expanding my knowledge to know more about how to judge the debate. Well, this is my first experience in becoming a judge. To me, it's a different experience than debating and judging to be two faces of the same coin. هيك منكون شفنا معكم اليوم انطباعات بعض المشاركين على الورش، وإن شاء الله نلتقي فيكم بكرة بآخر يوم للملتقى التدريبي.